ما هي حقيقة صور تامر حسني المسرب له على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة؟ تسريب صور غريبة جدا للفنان تامر حسني تثير الجدل داخل الوسط الفني. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ما هي حقيقة صورة تامر حسني المسرب له على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة؟ حقق فيلم بحبك بطولة وتأليف وإخراج وموسيقى تصويرية لتامر حسني إيرادات 111 ألف جنيه لحد، حيث يشارك تامر حسني البطولة مع هنا الزاهد وحمد المنغني وهدى المفتي ومدحت تيخا وتميم عبده. بحبك تأليف وإخراج تامر حسني ومونتير عمرو عاكف وموسيقى تصويرية تامر حسني ومدير التصوير أحمد عبد القادر والصوت محمد عبد السلام والملابس هالة عمر، ويعرض جمهور عام دون تصنيف عمري في قرابة 96 دار عرض تشمل 200 شاشة. فيلم بحبك تدور أحداثه حول حياة شاب يخوض قصتي حب ويتخبط في حياته بين فتاتين ويقع في حيرة ما بينهما بعد عودة حبيبته القادمة لحياته قبل زواج من أخرى بأيام والتي اختفت للظروف المرضية دون علمه، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة. على الرغم من السرية الشديدة التي يحيط بها الفنان المصري تامر حسني أعماله الفنية، فإنه كشف هذه المرة عن فكرة مشروع فني لم يحدده يحضر له حاليا. تسريب صور غريبة جدا للفنان تامر حسني تثير الجدل داخل الوسط الفني. طلب الفنان تامر حسني المساعدة من أولياء الأمور من جمهوره ممن لديهم أطفال من سن 9 حتى 13 ويملكون مواهب فنية لاكتشافهم ومشاركتهم في أعماله الجديدة خلال الفترة المقبلة. ونشر تامر عبر حسابه الخاص في انستغرام صورته وعلق عليها قائلا: لكل الجهات المعنية والأسر المربية مواهب حلوة، بدور على أطفال بيمثلوا ويغنوا من سن 9 ل 13 سنة، ولاده وبناته موهوبين جدا في أسرع وقت. من ناحية أخرى، كان تامر حسني قد طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم عشانجي ويتكون من 10 أغاني، هي عشانجي وما بيحبش الطريقة دي وحبتها يا ناس وسحنة وخدنا مناعة وليت الله وأحلى كلامه وسجل يا تاريخ زي الأيام دي وبعد مؤقت. وتعاون تامر حسني في ألبوم عشانجي مع الكثير من الشعراء منهم حمادة السيد، محمد القاياتي، محمد عاطف، أحمد المالكي، هلا الزيات، كريم حكيم، عليم، محمد رمضان، وعدد من الملحنين منهم تامر علي ومدين وبلال سرور وأحمد زعيم ومحمود الخيامي ومودي مدير. كما طرح تامر حسني أخيرا فيلم بحبك ولعب بطولته مع الفنان هنا الزاهد وهدى المفتي وحصد نجاحا كبيرا حيث حقق إيرادات في مصر. اللافت أن الفنان المصري محمد دياب قام بالتعليق على منشور حسني يطلب فيه الانضمام للعمل معه، ناشرا صورة قديمة له قائلا: خدني معك يا أستاذ تامر، ربنا يخليك، أنا 13 سنة بس شايل هم. وهو ما رد عليه حسني بقوله: والله أنت عسى وضحكني بجد. وصار الممثل والمذيع المصري خالد عليش على نفس طريقة دياب ونشر صورة له مرفقا بتعليق قال فيه: خدني أمثل معك يا نجمة، كل المواصفات تقول أنا. ليرد عليه حسني أيضا بقوله: يخسر شكلك أصغر من السن اللي أنا محتاجه، معلش يا حبيبي، إن شاء الله بكرة هتكبر ونشوفك مذيع قد الدنيا. حقيقة وفاة تامر حسني الفنان المصري بحادث سيرة. انتشرت البارحة شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن النجم المصري تامر حسني قضى بحادث سير مروع، وقد نفى حسني شيئا معربا عن استيائه الشديد وأكد أنه بخير ومتواجد في القاهرة ولم يمسه مكروه. ومن ناحية أخرى، وبعدما تساءل كثيرون عن نوع الجنين الذي ينتظره تامر حسني من زوجته بسمة بوسيل، جرى التأكيد أنها حامل بفتاة. شائعة وفاة تامر حسني تثير جدلا واسعا في العالم العربي. نشرت عدد من الصفحات الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
عددا من الأنباء التي تفيد بتعرض الفنان المصري تامر حسني لحادث سيارة أودى بحياته بعد أن تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، إلى أنه فارق الحياة فيها. خبر الوفاة شكل مصدر قلق وحزن كبير لدى الكثيرون من محبي وجمهور الفنان المصري، الأمر الذي دفعهم للتسارع عن حقيقة هذه الأنباء. كما وقام الكثيرون بالتواصل مع عائلة الفنان واصدقائه للاطمئنان على صحته. مصادر مقربة من عائلة الفنان تامر حسني نفت كافة الأخبار المتداولة بخصوص حادث السير، مؤكدة أنه بصحة جيدة ولا يزال على قيد الحياة. وأوضحت المصادر أن عائلته في وضع نفسي سيء بسبب استمرار إطلاق شائعات الوفاة بحق الفنان بين الفنية والأخرى، داعين الجميع للتأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها وتداولها. وكان الفنان تامر حسني نع وائل المصري مدير أعمال الفنانة نيكول سابا، والذي رحل في نهاية أغسطس الماضية. ونشر حسني صورته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وكتب: البقاء لله، توفي اليوم صديق وأخ غالي، إنسان محترم يحترمه كل زملائي من الفنانين على طيبة قلبه واجتهاده، المرحوم بإذن الله وائل المصري. ربنا يرحمك يا وائل يا حبيبي، ويسكنك فسيح جنات ويصبر أسرتك، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة. وفي سياق متصل نعت الفنان نيكول سابا مدير أعمالها الراحل وائل المصري، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تويتر. وكتبت نيكول سابا تغريدة جديدة قالت فيها: بكثير من الحزن والأسى أنعي صديق عمري ورفيق أعمالي ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري، أرجو منكم ومن محبيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار، كما تقدموا بخالص التعزية لأهلي وعائلته وعائلتي الثانية. واختتمت نيكول سابا كلامها قائلة: كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير، مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة، الله يرحمك. هل حقا مات تامر حسني بحادث اليوم؟ أثارت شائعات ترددت عبر الإنترنت عن وفاة المطرب المشهور تامر حسني عصر اليوم في حادث في مدينة شرم الشيخ ضجة واسعة. وكانت مواقع على الإنترنت قد تناقلت خبر وفاة حسني في حادث سيارة بشرم الشيخ، وانتشر الخبر بسرعة في الكثير من مواقع الإنترنت. لكن رابطة محبي تامر حسني سرعان ما نشرت بيانا تنفي فيه خبر الوفاة، مؤكدة أن حسني بصحة جيدة وبأن هناك تشابه في الأسماء وراء تلك الشائعة. من جانبه نفى اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء في اتصال هاتفي مع بوابة الوفد خبر وفاة تامر حسني، مؤكدا أنه لم تصل لمديرية الأمن أي بلاغ بذلك. كما نفى الخبر العميد طارق علامة مدير مباحث جنوب سيناء. ويحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائيا. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب تسريب تلك الصور للفنان تامر حسني؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.